وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي لتيار الإصلاح الحر، أكد على عدد من التصريحات وأكد على زيادة عدد النواب التي ستمكن النائب من تقديم أفضل الخدمات لمن يمثلهم. دايما بتبقى ما بين طرفي، طرف يؤيد ان احنا نزود الاعضاء وطرف يقول لا هو شايف عدد الاعضاء مناسب، هو ده محور النقاش. احنا في الحقيقه مع وجهه النظر اللي بتقول احنا عايزين نزود الاعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وده مش بنقوله من فراغ، احنا بنقوله من خلال التنميه العمرانيه المستدامه اللي تمت في مصر خلال السنوات السابقه، وهذه التنميه ادت الى ظهور مدن جديده وعاصمه اداريه جديده، وكل هذه الامور تؤدي الى اعاده النظر في القوانين علشان يكون هناك نواب يمثلوا داخل البرلمان او داخل الشيوخ من للمدن الجديده، عشان يقدروا يوصلوا مشاكل ويقدروا يوصلوا احتياجات المدن الجديده الى البرلمان. وده كان لان انت بصي حضرتك دايما القوانين بتتعمل علشان احتياج المجتمع، لما تفكري تعملي قانون او تعدلي في قانون بيبقى احتياجاتك اتغيرت من السنه للعشرين سنه اللي فاتت، فاحنا النهارده واحنا بننظر في التعديل عندنا احتياج لزياده عدد اعضاء مجلس الشعب والشيوخ، وده تم في دول كتيره، احنا مش بنبتدع حاجه، تم في الهند وتم في اليابان وتم في دول كتيره خدت بيه، واحنا النهارده بنطالب العدد، ممكن احنا بنقول ان هو يتراوح من 10 ل 20، ممكن يقل ممكن يزيد، لما نضع الخريطه والتعداد والتمثيل الجغرافي وعدد سكان والى اخره نقدر نحدد الاعضاء بالظبط. الحاجه المهمه اللي بنتكلم فيها وهو استحقاق دستوري للمادة 103، وهو تفعيل المادة 103 بالتفرغ عضوي مجلس النواب والشيوخ لأداء مهامهم البرلماني. الحقيقة أنت بتكلمي أن عضو مجلس النهاردة يعتبر بيباشر مسؤولية 100 مليون داخل البرلمان، بيناقش مشاكل 100 مليون جوه، سواء كان بيراقب على الحكومة، سواء كان بيصدر تشريعات ويناقشها، سواء بيقدم طلبات إحاطة وإلى آخره. كل هذه الأمور تقتضي أن يكون لديه تفرغ علشان يستطيع أن هو يقوم بالمهام المنوط بها. المهام المنوط بها كتيرة واحتياجات الشعب وتحدياته كتيرة، والشعب لما بينظر لنوابه، ما هو مين اللي بيمثل الشعب؟ فيبقى بينظر لنوابه يشعر أن النائب بيقدم الطلبات بتاعته وخدماته ومصالحه، لأن أنت بتجمعي مجموعة المصالح والخدمات والطلبات تطلعيها في شكل تشريع، في شكل طلب، في شكل توصية، في شكل مشروع قانون، في شكل طلب إحاطة، فكل ده تقدري تعمليه إزاي وأنت ما عندكش تفرغ، تتواصلي إزاي مع الناس وتروحي تأدي مهامك في البرلمان إزاي، كل ده محتاج تفرغ، فإحنا بنضغط وفرصة لينا في الحوار الوطني بنضغط على تفعيل مادة الدستور، تفعيل الدستور والاستحقاق الدستوري بتفرغ عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشيوخ.